بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، صوتنا الثالث عشر، شو تخصص للإبكار ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الانطلاق المميز، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الإخوة شاركين في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام، نوايا أحمد مصبح بن جرش الاقفلي وشقرة لمحمد بن سعيد، محمد بن أحمد إبراهيم، بينما اللي في المركز الثالث، المركز الثالث شعار بن علوان هناك من الجانب الثاني، بينما رابع المراكز اللي في المركز الثالث شاهينين محمد بن علي بن علوان، وفي المركز الرابع شاهينين محمد عبد الله بن شميل، بينما اللي في المركز الخامس يا سلام يا رغد لأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، وعواصف تأتي سادسا لسيد راشد بن سعيد بن ناصر المدهوشي، وفي المركز السابع، المركز السابع شعار هناك من الجانب الثاني محمد بن سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير اكتبي مع معاني، وفي المركز الثامن من تأتي صدارة لعبد الله بن راشد بن حميد الأغويس، وفي المركز التاسع، المركز التاسع يا سلام كحال حمد بن علي بن عبيد بن رشيد اكتبي، وفي المركز العاشر هناك من الجانب الثاني من تأتي في هذه اللحظات الجميلة رموش لراشد بن سعيد الرايحي العليلي. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة حاضرة لهذا الانطلاق الجميل، هكذا كان الوصف ما شاء الله للمراكز العشرة في ندائنا الأول، ونحن دائما نتجه هناك مع صدارة الشوط مع المركز الأول، ونوايا اللي مسيطرة على المركز الأول واللي صامدة ما شاء الله على مقدمة الشوط، أحمد بن جرش، أحمد بن صبح بن جرش الأغفلي، النقلة على شقر لها حلوة التواصيل، محمد بن سعيد محمد بن أحمد بو إبراهيم، ومعاني سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي، ثالث المراكز، المركز الرابع اللي في المركز الرابع رموش لراشد بن سعيد الرايحي العليلي يا سلام، وفي المركز الخامس عواصف لراشد بن سعيد المدهوشي، بينما اللي في المركز السادس هناك كحال لحمد بن عبيد بن رشيد، وفي المركز السابع رغد لأحمد عبد الله محمد بن هلي، وفي المركز الثامن تأتي غارة لمطرم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز التاسع هنا ما شاء الله أول ندى لصمود لخميس بن حليز بن سالم الهاشمي، وفي المركز العاشر هناك مصيح لراشد بن خلف بن مطر بن علوان. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز، ذعناها عليكم بالفوة تمام، ولكن نوايا ورموش، وهنا اللي قادم غارة، وهناك من الجانب الثاني كحال، يعني أسامي ما شاء الله، أسامي مع موعد الناموس وموعد الانتصار دائما حاضرة في هذا اليوم الجميل. الله، غارة مسيطر على المركز الأول، وراشد بن خلف مع مصيحة هناك من الجانب الثاني أيضا حاضرة في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز. الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، لحظات الناموس. يا سلام يا رموش، يا سلام يا العليلي يا الرايحي، يا سلام راشد بن سعيد الرايحي العليلي من ميدان اللبسة حاضرا للناموس، ولكن الله يمصيح لراشد بن خلف بن مطر بن علوان، تبغي تعيد إنجازها، تبغي تعيد الكثير والكثير من هذا الانطلاق. اللحظات الأخيرة، رموش مصيحة، رموش ولا مصيحة، مصيحة مصيحة ولا رموش، اللحظات الأخيرة، تهانينا لمالك مصيحة راشد بن خلف بن مطر بن علوان، وسلام يا أبو سنيد، يسعد صباحك والله. المركز الثاني راشد بن سعيد الرايحي، المركز الثالث لمحمد بن عبد الله بن شميل، المركز الرابع للسيد علي، المركز الرابع مستمعينا الاعزاء كحال حمد بن علي بن عبيد بن رشيد، وفي المركز الخامس ايها الاخوه عند اللجنه 4:39 60 جزم الثاني، تهانينا والناموس.